هنتكلم عن جهاز جديد او اسلوب مستحدث لتدريبات الملاكمه والكاراتيه والتايكوندو، وده اسلوب مستحدث على مستوى العالم، بحيث ان احنا معروف عالميا ان السندباج وكره السرعه والكره المرتده هي وسائل الالعاب للتدريبات او لوسائل التدريب للالعاب ديت. احنا دخلنا اسلوب ميكانيكي جديد على مستوى العالم، بحيث ان الجهاز بينمي كل الصفات البدنيه الاساسيه للعبه الملاكمه، والجهاز بيساعد على رفع مستوى اللياقه البدنيه الخاصه ايضا، بينمي صفه التحمل والسرعه والقوه للعبه، بيساعد على تقوية الجذع والأكتاف والذراعين، الجهاز بيعمل على تقوية اللكمة المستقيمة الصحيحة، الجهاز بيعلم الناشئ إزاي تسديد اللكمة، وزي هنشوف دلوقتي بيعلم اللاعب إزاي يسدد اللكمة المستقيمة الصحيحة. الجهاز مزود بعداد إلكتروني، العداد الإلكتروني ده بيقدر يعتبر وحدة قياس لمستوى اللاعبين، يعني فرضنا ان انا عندي 10 لاعبين اقدر احدد مين اللاعب الاكفأ اللي هو بيسدد عدد لكمات اكتر وبيستقطع زمن اكتر على الجهاز بشدة اعلى، زي ما احنا شايفين دلوقتي طريقة اللكمة على الجهاز وضع الاستعداد وبيسدد لكمات كما لو انه امام لاعب او بيسدد امام السندباج. طبعا كده بينمي كل الصفات البدنية الأساسية الخاصة بلعبة الملاكمة. الجهاز ده ممكن يستخدم في كل الأندية ومراكز الشباب وكل المراكز التدريب والمعسكرات والمنتخبات، في كل الأماكن الخاصة بلعبة الملاكمة أو تدريبات الملاكمة. هو كده بيوري العداد زي ما احنا قلنا، العداد إلكتروني بينمي بيوري لي الزمن المستقطع، بيحدد لي عدد اللكمات مع الشدة المستخدمة، بيحدد لي مستوى لياقة اللاعب، أحسن أفضل لاعب هيكون مشارك في البطولة اللي احنا عايزين نشارك فيها. كده أسلوب مستحدث على مستوى العالم.